وانضم الينا من بيروت استاذ العلاقات الدوليه الدكتور خالد العزي. اهلا وسهلا بك ضيفا كريما على سكاي نيوز عربيه. وابدا من حيث انتهى التقرير والحديث عن هذا الموقف الاسرائيلي اليوم الرافض لحل الدولتين بخلاف معظم دول العالم التي بدات تتحدث عن حل الدولتين وعلى راسها الولايات المتحده، هل هذا يمهد لخلاف اسرائيلي امريكي؟ صباح الخير أستاذ هاني، صباح الخير للمشاهدين وللفريق العامل. طبعا التطرف واليمين الإسرائيلي هو أصلا لا يريد أي الكلام عن أي دولة إسرائيلية، وهو أصلا من قضى على معالم هذه الدولة من خلال سياسة يعني التوسع والاستيطان، وبالتالي عدم الدخول في تطبيق اتفاقات كانت تم الحديث عنها وقد سار بها الطرفان، لكن وجود بنيامين نتنياهو على الحكم لمدة طويلة وقد قاد الشعب الإسرائيلي 5 انتخابات وأعاد بذلك ترشيح مجددا بنيامين نتنياهو، هذا يعني بأن التطرف أو اليمين الإسرائيلي هو الذي لا يزال موجود في الحكم، وأصلا الشعب الإسرائيلي متجه باتجاه التطرف كما الحالة الموجودة في الدول الغربية، ومن خلال ما نشهده من سياسة فعلية لنمو اليمين، وهذا لا يبتعد عن أن الشعب الإسرائيلي غير مهيئ، والساسة الإسرائيليين لم يتهيئوا فعليا إلى بناء دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية، وهذا يمكن تأكيده من خلال أن من اختال بطل السلام الإسرائيلي هم نفسهم اليهود الذين رفضوا يعني الذهاب إلى فكرة اسمها فكرة دولتان يمكن التعايش فيما بينهما بسلام بحسب اتفاقات الأمم المتحدة. لكن المشكلة الأكبر بأن الولايات المتحدة هي التي يعني سايرت هذا التطرف، هذا اليمين، ونسيت أنها راعٍ فعلي للدولة يعني المستقبلية الفلسطينية، وذهبت أكثر بأنها لم تعد تهتم بطبيعة هذا الصراع، وذهبت حتى توقع اتفاقات مع إيران على حساب الرعاية الفعلية للدولة الفلسطينية، ومن هنا نما في مقابل اليمين المتطرف الإسرائيلي نما يمين متطرف فلسطيني كان يطالب بإزالة الدولة الإسرائيلية من البحر حتى يعني من النهر حتى البحر، وما أكدته السفيرة دكتور خالد. بدي أتوقف عن فكرة أنه الولايات المتحدة تقف بشكل مباشر اليوم من خلال دعمها لليمين المتطرف في الداخل الإسرائيلي إلى ما وصلت إليه الأمور اليوم وتحديدا في غزة، مقابل ما يجري في غزة اليوم ومقابل الرفض الإسرائيلي لحل الدولتين، هناك اليوم توغل إسرائيلي بشكل ما في الضفة الغربية، هناك اقتحامات في مدينة نابلس، ما الخطة الإسرائيلية اليوم؟ هل تريد إلغاء الكيان الفلسطيني اليوم، شكل هذه الدولة التي يطمح إليها المجتمع الدولي، وهل تسمح الولايات المتحدة بتوسع الصراع في الداخل الفلسطيني ليصل إلى الضفة الغربية؟ يعني الصراع في الضفة الغربية موجود، والضربات الوقائية التي تقوم بها إسرائيل هي يعني منذ 7 أكتوبر، وهي تقوم بشن حملات وتخوض حرب على جبهة الضفة الغربية، لأنها تعتبر أن الضفة الغربية هي قنبلة موقوتة ولا تريد أن تتفجر بها، لأن الضفة الغربية هي أكثر يعني منطقة تتضايق منها إسرائيل، لأنها مرتبطة بها وخاصة مقسمة إلى عدة أقسام، لذلك هي تقوم بضرب البنية التحتية الفلسطينية، ضرب المعامل التي قد تؤدي لاحقا إلى نمو حركة اعتراض،
تخاف منها في المستقبل كما حدث في غزة. صح أنها تقاتل حماس في غزة، لكن حماس هي فعليا بعيدة جدا عن التأثير الفعلي كما حال الضفة الغربية. أما ما تريده إسرائيل فعليا هو كما حددته منذ اليوم الأول للسابع من أكتوبر، وحاولت أن تعمل تحالف دولي حول ما وضعه اليمين، هو اشتتات الشعب الفلسطيني، عملية الترانسفير وضرب البنى التحتية والفوقية للفلسطينيين في غزة. لكن وهذا كان بظل موافقة أمريكية وغربية، لأن زياراتهم إلى تل أبيب اعتبرت في تل أبيب أنها ضوء أخضر فتحت لهم المجال في يعني تحقيق وعودهم وتحقيق ما طلبوه، لأن وعد بنيامين نتنياهو منذ التصدي لسبعة أكتوبر هو كان إلى جانب فريقه في الحكومة، الحكومة المتطرفة تقول بترحيل الفلسطينيين، ولو يعني لو وافق العالم والدول العربية تحديدا دول الاعتدال ومصر بفتح غزة، لكانت إسرائيل تقوم بنفس الطريقة في الضفة الغربية لإخراج الفلسطينيين في عملياتها ضد يعني على الأردن، وهذا كان مستغلا ولا يزال بنيامين نتنياهو يستغل الوجود العسكري الإسرائيلي من أجل التحقيق ما يريده، لأن يعني الوعي الإسرائيلي اليوم هو ضد إقامة أي دولة فلسطينية، لأنهم لا يريدون سماع هذا الكلام، وما سمعناه من السفيرة الأمريكية السفيرة الإسرائيلية في بريطانيا هو تأكيد على موقف اليمين المتطرف، لأن كل السفراء والدبلوماسيون اليوم في إسرائيل هم إلى جانب الحكومة المتطرفة. نعم، يعني سأنتقل إلى موضوع آخر غاية في الأهمية. الإسرائيل اليوم تؤكد قتل ثلاثة رهائن عن طريق الخطأ، هذا الموضوع اللي هو الأبرز. ربما الرأي العام الإسرائيلي لا ينظر إلى ما يجري في غزة إلا إلى موضوع المحتجزين والرهائن. اليوم قتل ثلاثة رهائن بالخطأ، إلى أي مدى سيزيد الضغط الشعبي على الحكومة الإسرائيلية، حكومة نتنياهو؟ يعني استاذاني يجب أن نعلم بأن إسرائيل تعلن عن قتلاها لتقول للعالم أنها دولة شفافة، ولكي تخبر الشعب الإسرائيلي أن هذا القتل هو من أجل الخطر الذي يحدق بالوطن الأم، وبالتالي هذه التضحيات. وهنا نرى الانقسام الفعلي في داخل المجتمع الإسرائيلي بين الأهالي الذين يريدون إطلاق سراح أولادهم، وما بين الأهالي الذين قتلوا أولادهم والذين يقولون يعني الحكومة عليهم بإكمال الطريق لأخذ الطار. وهذا الصراع هو صراع ديمقراطي يهودي في دولة يعني هي لا تعترف بالديمقراطية سوى ديمقراطية الديمقراطية اليهودية. إذن قتل الرهائن والإعلان قبل فترة عن تحرير جثتين وعن يعني اعتقاد تحليلات عسكرية بأن هناك 29 ضحية أو 23 ضحية قضوا نتيجة الاشتباكات أو القصف، هذا يؤهل ليقولوا للعالم وما تريده اليوم إسرائيل القول إن إذا كان الرهائن المدنيين قد قتلوا فإن العسكر بالنهاية حتى لو تم احتجازهم وقتلوا في الأنفاق هم يحاربون من أجل هذا الوطن، وبالتالي إسرائيل دوما ومنذ اليوم الأول لردها على عملية الطوفان في عملية برية كانت لا تهتم كثيرا لعملية الرهائن، وكانت تستغل القصف والضرب في عملية فرض تبادل. إذن الحكومة العسكرية لديها تأييد قوي من الجيش، حتى الآن الجيش متماسك، لم يعلن هناك التمرد، الجيش يقاتل، هناك انتشار
قوي للوحدات الاحتياط، كل ما يقال بأن هناك إشكالات وأن هناك الجيش متضايق، لا يزال بنيامين نتنياهو هو الرجل الأقوى، وإلى جانبه يعني رجلين كانوا قد طالبوا باستمراره في الحكم بالرغم أنه هم من أعدائه، بيني جيتس ووزير الدفاع أولاند. إذن المشكلة أن هذا الصراع الذي يخرج من خلال الدبلوماسيين ومن خلال الإعلام هو بالنسبة لإسرائيل طبيعي، ويمكن أن نربط هذه الحالة في العام 82. كان العام 82 إسرائيل وتل أبيب والقدس ساحة صراع للإسرائيليين نفسهم، بالوقت الذي كان اليسار الإسرائيلي المعارض لاجتياح بيروت أكبر بكثير من أي اعتراض موجود ضد اجتياح غزة، لكنه لم يستطيع أن يفرض تغيير سوى بعد إخراج منظمة التحرير وياسر عرفات من بيروت، وحدثت مجازر صبرة وشتيلة، والعالم كان ينظر كليا لما يحدث في بيروت. نعم دكتور خالد، يعني السؤال الأخير لو بعجالة بعض الشيء، اليوم حركة حماس قصفت مدينة القدس، في الأيام الماضية رشقات صاروخية على مختلف مناطق إسرائيل، هل هذا يشكل ضغط ويعيد ربما إسرائيل إلى التفكير أكثر بالدبلوماسية إلى جانب الدبلوماسية التي يجب أن تمارسها لتخليص المحتجزين اليوم؟ يعني أصبح بالنسبة لإسرائيل ليس هم أساسي المحتجزين، بالرغم أنها تسعى وتحاول، وربما هذه الورقة هي التي تحمي حماس من أي يعني تفكير إسرائيلي غير يعني عاقل. لكن إسرائيل بنهاية النهايات أصبحت يعني موجودة على يعني في القطاع، وهمها الأساسي هو معاقبة قادة حماس حتى لو ضحت بالرهائن، وهذا يعني أن إسرائيل لا أحد يستطيع ردعها إذا لم تحقق ما تريد. نعم، من بيروت أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد العزي، شكرا جزيلا لك.